اهلا بكم. هنتكلم النهارده عن ابرز الاحداث الرياضيه الموجوده في الساحه الرياضيه المصريه. اول حاجه معانا هي عقوبات الجوله 21 من الدوري المصري الممتاز اللي حددتها رابطه الانديه المصريه. تاني حاجه معانا النادي الاهلي ومشكله نهائي دوري ابطال افريقيا. وتالت حاجه معانا هي قائمه منتخب مصر اللي اختارها الجهاز الفني بقياده كابتن ايهاب جلال لمباراتي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023. أول حاجة هنبدأ بيها هي العقوبات اللي حددتها رابطة الأندية للجولة 21 من الدوري الممتاز. العقوبات دي كانت على مباراة الزمالك والإسماعيلي ومباراة غزل المحلة وطلائع الجيش. الغريب في مباراة الزمالك والإسماعيلي إن العقوبات كلها كانت على جماهير الإسماعيلي بس. ولو شفنا الماتش، وطبعا في الحتة دي لينا لوم واعتاب كبير جدا على مخرج مباراة الزمالك والإسماعيلي اللي كان تلات أرباع المباراة مركز مع جمهور الزمالك بس وما كانش بيجيب على جمهور الإسماعيلي نهائي، مع العلم ان جماهير الإسماعيلي كانت اكتر من جماهير الزمالك في المباراة دي، ولكن كان تركيز المخرج بشكل كامل على جماهير الزمالك اللي موجودة في التالتة يمين وما كانش فيه تركيز على جمهور الإسماعيلي اللي موجود في التالتة شمال غير في مرة واحدة بس، وهي لقطة الهدف بتاع الإسماعيلي. لكن بقيه المباراه ما شفناش تشجيع الاسماعيلي اللي كانت جماهيره باعداد كبيره جايه من الاسماعيليه عشان تساند فريقها، وللاسف مخرج المباراه ما جابش على الجماهير غير مره ولا اتنين بس في المباراه كلها. فبالتالي عقوبات رابطه الانديه كانت على جمهور الاسماعيلي بس اللي هو ما جاش في التلفزيون اصلا. الغريب في الامر انه رابطه الانديه في العقوبات بتاعتها وقفت جميع جماهير الاسماعيلي اللي كانت موجوده في الماتش. 747 مشجع للاسماعيلي اتوقفوا مباراتين، وده شيء غريب جدا. ليه غريب؟ لانه زي ما شفنا جماهير الزمالك كمان هجمت جماهير الاسماعيلي، وكان في اساءه من جمهور الزمالك لجمهور الاسماعيلي. فبالتالي رابطه الانديه زي ما وقف الجمهور الاسماعيلي كان من المفترض انها توقف جماهير الزمالك كمان، وللاسف ده ما شفناهوش. فيا ريت حد من رابطه الانديه يفهم الجمهور ليه ده حصل. نيجي بقى للنقطة التانية اللي خاصة برضو بماتش الزمالك والإسماعيلي، وهي إيقاف كابتن حسني عبد ربه مدير الكورة بنادي الإسماعيلي. دلوقتي كابتن حسني احنا ما شفناش منه اعتراض على الحكم إلا مثلا في لعبة ولا اتنين، وكان بشكل لائق، مش زي بعض مديرين الكورة اللي بيهاجموا الحكام بشكل كبير، ومع ذلك اتوقف ماتشين. مرمى من هذه الكورة كابتن أسامة نبيه والكابتن حسني عبد ربه، الاثنين بياخدوا انذارات خلاص يا جماعه. وبرده كابتن احمد عبد المقصود مدرب مساعد نادي الزمالك برده توقف ماتشين، مع ان المشكله اصلا في الاول كانت بين حسني عبد ربه واسامه نبيه، فبالتالي بديهي انه الايقاف يكون لحسني عبد ربه واسامه نبيه مش مدرب مساعد الزمالك. ما علينا، كل اللي احنا عايزين نقوله في الماتش ده انه زي ما انت وقفت جمهور الاسماعيلي كان من المفترض يكون في ايقاف لجمهور الزمالك برده. نيجي بقى للمباراة التانية في الجولة 21 اللي كان فيها برضو عقوبات من رابطة الأندية، وهي مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش. النهاردة غزل المحلة نادي جماهيري زيه زي نادي الإسماعيلي والاتحاد والمصري، الأندية الشعبية اللي موجودة في الدوري الممتاز. أكتر حاجة بتساعد الأندية الشعبية دي إنها تجاري الأندية الخاصة بالشركات هو الجمهور. أكتر عامل بيساعد الأندية الجماهيرية على إنها تقدر تقف على حيلها وتواجه سوق المال الرهيب اللي موجود وتواجه الاموال الضخمه اللي موجوده في انديه الشركات هي الجماهير. فبالتالي لما حضرتك تيجي دلوقتي تعمل ايقاف لجماهير نادي شعبي، صعب قوي انك توقف الجماهير اللي حضرت كلها، لانه نادي غزل المحله حضر له 211 مشجع تقريبا، هم اغلب الناس اللي بتحضر مباراه المحله. فلما تيجي توقفهم ماتشين انت كده بتقصقص ريش غزل المحله، بتقصقص ريش الفريق الشعبي ده. نفس الامر مع نادي الاسماعيلي، 747 مشجع دول يعني تقريبا هم الجماهير اللي بتحضر للاسماعيلي خلال الموسم، فلما تيجي توقفهم ماتشين الاسماعيلي اصلا يعني بالجماهير الوضع بيبقى صعب، فما بالك من غير الجماهير. نفس الكلام على غزل المحله وطلائع الجيش، انت وقفت الجمهور اللي حضر للمحله كله، كان ممكن توقف مثلا واحد ولا اتنين ولا اربعة ولا عشرة ولا خمسين اللي عملوا شغف في الماتش، لكن انت بتوقف كل اللي حضر، يعني الحسنة بتخص والسيئة بتعم،
بتجمع كل اللي حضر، كل اللي حجز تذكره الماتش بتوقفه. طب لو واحد حجز تذكره الماتش وما حضرش زي ما حصل مع جمهور الاسماعيلي مثلا، دلوقتي انت بتوقفه كمان وهو ما راحش الماتش؟ المفروض انه في كاميرات في الملعب، كاميرات تصوير المباراه، وكاميرات موجوده في ارض الملعب في الاستاد نفسه، الكاميرات دي بتصور الجمهور. فاللي هتلاقي منه اساءه صورته عندك ومتصور في الاستاد اوقفه، لكن ما توقفش الجمهور كله اللي موجود. افرض نص الجمهور مثلا كان بيشجع وما بيعملش مشاكل او ما بيعملش اي اساءة، بيتوقف مع الجمهور اللي مثلا عمل شغب، فده امر صعب. المفروض انه فيما هو قادم يكون في مراعاة للاندية الجماهيرية وللجماهير. اتمنى في المباريات الجاية ان شاء الله انه اي جمهور يحصل منه شغب يتوقف الاشخاص اللي بيعملوا الشغب، مش جمهور الفرقة كامل. نيجي للنقطة التانية معانا، وهي نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي. للأسف مجلس إدارة الأهلي إدى مبررات للعيبة إنها تخسر في الماتش، لأنه النادي الأهلي لو كان راح الماتش في أجواء طبيعية حتى لو على أرض الوداد كان بنسبة كبيرة جدا هيكسب، لأنه على نفس الملعب ده قدر في نص النهائي إنه يعدي الرجاء، ولأن الأهلي السنة اللي فاتت برضو قدر إنه من على نفس الملعب إنه يصعد. بالتالي النادي الأهلي مشكلته مش في ملعب المباراة خالص، مشكلته في سوء الإدارة وسوء التنظيم من اتحاد الكرة من البداية. في البداية قبل ما الأهلي يوصل للنهائي وقبل ما الزمالك يخرج من البطولة، اتبعت من الاتحاد الأفريقي للاتحاد الكرة المصري جواب بيقول إنه لو عندك نادي من الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم عايزة تنظم المباراة النهائية ياريت تبعت لنا. وطبعا اللي جه ده اتحط في الدرج في اتحاد الكرة وما راحش للأهلي وما راحش للزمالك، وبرضه نفس الكلام ينطبق على الكونفدرالية، لا بيراميدز ولا المصري راح لهم أي حاجة تدل على إمكانية تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر. وللأسف بيراميدز عرف متأخر وبعت لاتحاد الكورة قال له أنا عايز أنظم النهائي عندي السنة دي في مصر، ولكن كان الوقت المحدد انتهى. فبالتالي المشكلة من البداية من اتحاد الكورة. يبقى لازم نقول ايه؟ نقول انه اللي اثر في اتحاد الكوره وما تواصلش مع الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، وبالتحديد الاهلي والزمالك اللي كانوا بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا، وقال لهم ان انتوا في ايديكم ان انتوا تنظموا النهائي على ارضكم هنا في مصر او في ملعبكم في مصر، هو اللي يتحاسب. خساره الاهلي البطوله السنه دي بسبب سوء اداره وبسبب مشكله اداريه من اتحاد الكوره، وليست مشكله لاعبين وليست مشكلة فنيات. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو هنتكلم عن لاعبين وفنيات، انت عندك مدرب الأهلي موسيماني أخطأ أخطاء غريبة جدا أثناء المباراة، من تشكيل لتغييرات لإدارة مباراة. للأسف أغلب أوقات الماتش كانش عارف يدير المباراة، والأهلي محتاج مدير فني أقوى من موسيماني بشكل كبير جدا. النقطة الأخيرة معانا، وهي منتخب مصر واختيار إيهاب جلال لقائمة اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في مباراة غينيا ومباراة أثيوبيا. والحقيقة أنا مش عايز أعلق على اختيار القائمة على قد ما أنا عايز أعلق على الشكل الإعلامي اللي تناول القائمة بتاعة منتخب مصر. الشكل الإعلامي اللي تناول القائمة بتاعة منتخب مصر فيه هجوم كبير جدا على إيهاب جلال. ليه اخترت كذا؟ ليه ما اخترتش كذا؟ طب ليه كذا مش موجود؟ طب ليه شريف وعبد القادر مش موجودين؟ دلوقتي إيهاب جلال جه حط قائمه مبدئيه واختار منها اللعيبه اللي هو عايزها. هو حر، هو مسؤول عن كل لعيب موجود في القائمه ومسؤول عن كل لعيب مش موجود في القائمه. ما تجيش انت كاعلام بدل ما يكون في دعم للمنتخب وللجهاز الفني الجديد تهاجم، تقول ليه كذا موجود وليه كذا مش موجود، زي ما حصل مع كيروش قبل ما يمشي. ليه قفشه وشريف مش موجودين؟ هو الراجل اختار قائمته. مصر كسبت، مصر خسرت، في النهايه اللي هيتحاسب الجهاز الفني، في النهايه اللي هيتحاسب إيهاب جلال. ما تجيش انت تهاجم ليه كذا موجود وليه كذا مش موجود وانت اصلا مش انت اللي هتدير المباراه، مش انت اللي هتحط الخطه اللي هتلعب بيها. فما تجيش تقول ليه مثلا شريف موجود مش موجود وليه احمد عاطف موجود. لو رجعنا بالزمن ورا كده ورحنا ل 2010 بطولة افريقيا اللي مصر خدتها من انجولا، هنلاقي انه حسن شحاتة اختار لعيبة في وقتها كانت مغمورة وما كانش فيه هجوم عليه قوي من الاعلام، بالعكس ده كان فيه مساندة كبيرة جدا ليه، كان فيه مساندة كبيرة جدا لكابتن حسن شحاتة. اختار محمد ناجي جده والسيد حمدي وليد سليمان، اختار لعيبة في الوقت ده كانت مغمورة واحرز البطولة وتوج بالبطولة في 2010، وهو اللي كان مسؤول عن اللعيبة اللي اختارها
وهو اللي قدر انه ياخد البطوله والناس كلها سقفت له بعد البطوله، ومحمد ناجي جده بقى نجم وهداف البطوله وبقى نجم الاهلي بعد كده. دول يتشالوا وكان مثلا يجي علي جبر او محمود مرعي او مصطفى الزناني في القوام الرئيسي يا كابتن. ايه ممكن يغير الفتره اللي جايه؟ يعني انا بكلمك انا برضو الناس اللي موجوده. لا بس انت بص تعالى هنا قائمه المستبعدين، هتلاقي واحد علي جبر ده مساك، محمود مرعي مساك، ماشي ما هو ده مصطفى الزناري. كابتن رضا انا بكلمك طيب ما يحط واحد من دولت هنا عشان هل في من اللعيبه من العناصر او الوجوه الجديده اللي ضمهم ايهاب جلال في الفتره دي ما كانش يستحق ينضم؟ هل عندك اعتراض؟ ما انا ما اعرفش لسه. يعني مصطفى شلبي في احمد عاطف. طب مصطفى شلبي موجود اللي موجودين في لعيبه. خلي بالك استنى مصطفى شلبي مش هنا. فبالتالي دلوقتي ايهاب جلال مدرب وطني على علم بكل لاعب موجود في الدوري المصري وعلى علم بكل لعيب هو حاطه في القائمه بتاعته. يا ريت يا ريت يا ريت لكل الاعلاميين المحترمين ولكل الاساتذه اللي موجودين في الاعلام الرياضي المصري ندعم منتخب مصر، ندعم الجهاز الفني. لو اختار لعيبه من الدرجه الثانيه مش لعيبه دوري ممتاز ندعمه، لانه ده اختياره وفي النهايه هو اللي هيتحاسب، وفي النهايه لو كسب هنسقف له ولو خسر هيبقى فيه لوم واعتاب على اسباب الخساره. يبقى نسيب الراجل يشتغل، نسيب الراجل يختار اللعيبه اللي هو عايزها، يختار لعيبه جديده، يختار لعيبه قديمه، يختار اللعيبه اللي هو عايزها، ما يختارش اللعيبه اللي هو عايزها، نسيبه يختار اللي هو عايزه. في النهايه يكون الحساب سواء ان شاء الله لو كسبنا او لا قدر الله ما حققناش الفوز. فيا ريت لعيبه الكوره الكبيره الموجوده في الاستوديوهات التحليليه تهدى على منتخب مصر، تهدى على ايهاب جلال، نسيب الراجل يشتغل، نسيب الراجل يختار اللعيبه والادوات اللي هتساعده على الفوز ان شاء الله. اخر حاجه معانا النهارده، احنا النهارده 3/6/2022، امبارح كان 2/6/2/6، ده كان بيمثل ذكرى تتويج النادي الاسماعيلي بالدوري المصري موسم 2001/2002. والحقيقه اللي احنا عايزين نقوله ان احنا لو بصينا على جدول الدوري موسم 2001/2002 هنلاقي انه كان موجود 14 فريق. تعال نشوف ال 14 فريق اللي كانوا موجودين في الدوري المصري موسم 2001/2002، السنه اللي احرز فيها الاسماعيلي نادي جماهيري الدوري الممتاز. كان موجود 13 فريق جماهيري، وحط تحت كلمه 13 فريق جماهيري مليون خط من 14 فريق. كان جولدي الوحيد اللي نادي يعتبر شركات شويه، ولكن بقيه الدوري من بلديه المحله للاسماعيلي للاهلي للزمالك للاتحاد المصري وفرق كتير موجوده، فرق جماهيريه وفرق ليها شعبيه كانت موجوده في الجدول الدوري. تعال نشوف جدول الدوري النهارده، موجود 18 فرقه، 6 فرق بس و 12 فريق شركات موجود في الدوري الممتاز، 6 فرق بس هم اللي انديه جماهيريه. اظن ده مؤشر لانهيار الانديه الجماهيريه، واظن ده مؤشر قوي. لازم الانديه الجماهيريه تاخد بالها من الكلام ده كويس، لانه موسم عن موسم الانديه الجماهيريه عددها بيقل في الدوري الممتاز، ولو ما قدرتش ان هي تجاري انديه الشركات للاسف هيكون الجدول كله انديه خاصة بالشركات وأندية شركات فقط. فياريت الأندية الجماهيرية تبدأ تهتم بقطاعات الناشئين عندها، يرجع تاني الإسماعيلي يطلع لعيبة من قطاعات الناشئين، الاتحاد المصري المحلة، ياريت الفرق الشعبية كلها تاخد بالها، وياريت الأندية الشعبية كلها تحاول إنها توفر مواردها علشان تجاري أندية الشركات. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بشير ولايك وسبسكرايب على قناة اليوتيوب عشان نقدر نقدم محتوى جديد وعلشان نجيب لكم معلومات اكتر واكتر.